السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ محاضرة جديدة النهاردة مع بعض في دبلومة مايكروسوفت أوفيس، تكملة لبرامج الوورد والباوربوينت والإكسل والأكسس. كنا نزلنا فورمة واستمارة، والناس كانت سألت واتكلمت على بعض الأسئلة اللي كانوا محتاجينها في إكسل. أنا جاوبكم على الأسئلة دي النهاردة إن شاء الله، وفي أسئلة إن شاء الله خليها للمحاضرة اللي جاية بإذن الله. النهاردة هيبقى أسئلة بس، حلول أسئلة الناس. المحاضرة الجاية بدايتها بس أسئلة، والباقي هنبتدي نشرح برنامج الأوتلوك، وهناخد بعد كده كام محاضرة كده، من 3 محاضرات لأربع محاضرات في برنامج الأكسس. وإن شاء الله لو حبينا نتعمق فيه هنتعمق فيه أكتر، ودي ان شاء الله تكون نهاية الجزء الاول من الدبلومة بإذن الله. وبعد كده ان شاء الله هنبدأ في الجزء الثاني بس مع بداية السنة الجديدة بإذن الله. ممكن نرجع للبرامج الثانية بس مش دلوقتي، يعني زي الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس، في برضو تعمقات اكتر في ممكن برضو ناخدها ان شاء الله في دبلومة اسمها الام او اس، مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست. الدبلومه دي يعتبر بدايه لحاجات كتيره بعد كده في برامج الاوفيس. طيب نبدا محاضره النهارده ان شاء الله. دلوقتي انا مثلا عندي شيت اكسل، ونفترض دلوقتي دخلت على الوورد، وعندي معادلة معينة على الوورد عايز أحلها. طيب المعادلة تتحل إزاي؟ تعالوا كده نكتب معادلة مع بعض. أنا حاليا بكتب معادلة، احنا عايزين نحل نجيب المجاهيل بتاعتي اكس واي وزد. ولو بصيت على شيت الاكسل هذا المعادلة دي اكس ودي واي ودي زد، يبقى 2 اكس واحد واي 2 زد كلهم بالموجب 2 اكس زد 1 واي زائد 2 زد يساوي 2. هذا التالتة سالب 2 اكس ناقص 2 واي زائد 1 يساوي 3، ناقص 1 زائد هذه معادلة عندي، معادلة بالشكل ده. أنا عايز أجيب المجاهيل بتاعت اللي هي X Y و Z. طيب فتحت شيت الإكسل، انا اول حاجه المجهول بتاع الاكس كام عندي؟ سالب
واحد ولا واحد؟ هو عندي هنا واحد من السالب واحد، ومجهول الاكس كام؟ واحد. طيب مجهول الواي او الفاليو او القيمة، انا اسف، بتاعت الواي سالب واحد. طيب القيمة بتاعت الزد تلاتة، نفس القصة تحت، القيمة بتاعت الاكس اتنين والقيمة بتاعت الواي واحد والقيمة بتاعت الزد اتنين. الاكس هنا القيمة بتاعتها سالب اتنين، وهنا القيمة بتاعتها سالب اتنين، وهنا القيمة بتاعتها واحد. طب نركز الأول في حل المعادلة، بعد كده نشوف طريقة ال كده. انا كتبت الاكس والواي والزد، وبرده هنا الاكس والواي والزد، انا كتبت الاكس والواي والزد. دول كام خليه؟ دول 9 خلايا. كام خليه تاني؟ اهو 9 خلايا. طيب هروح برده احدد 9 خلايا من تحت اهو، حددت 9 خلايا من تحت. بعد كده أول خطوة هعملها هدوس F2، بعد كده يساوي F2، بعد كده يساوي، أروح أكتب المعادلة اسمها المين فيرس، أروح أفتح قوس وأحدد الأري بتاعي أو النطاق بتاعي، وأروح أقفل القوس وأدوس على كنترول وشيفت وإنتر مع بعض. اداني قيم، القيم اللي هو اداني دي قيمة الاي داش، يعني المعادلة الأساسية بالاي. أما القيم اللي اداني قيمة الاي داش، زي لما كنا بنعمل في الاشتقاق اللي أخذ التفاضل تكامل، أنا لما أجي أشتق في التفاضل بشتق إيه؟ أشتق اللي هو الاشتقاق الاول، الاشتقاق الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. طيب فالاي داش معناها حاجه زي كده الاشتقاق. طبعا حلو خالص. طب انا لسه برضو لحد الان ما وصلتش للقيمه اللي انا عايزها اللي هي الاكس والواي والزد، اوصل لها ازاي؟ طيب اروح احدد انا عايز الاكس والواي والزد، رحت حددت الثلاثه مع بعض، برضه بدوس على أول خطوة بعملها F2 يساوي، وأكتب المعادلة اسمها الـ M مالتي مالتي، أروح أفتح القوس، بيقول لي الـ Array 1، يعني أنت حدد النطاق الأول، لأن أنا عشان أجيب قيمة الـ X والـ Y والـ Z هضرب الـ A داش في الـ B. حددت نطاق الـ A داش، عملت فاصلة ورحت حددت نطاق البي اللي عندي، تمام، ورحت قفلت القوس ودست على كنترول مع شيفت مع انتر، اداني قيم الاكس والواي والزد. دي لو عايز احل المعادلات في الاكسل. هعيد عليها تاني. اللي سألني فتحت الاتنين دول ازاي جنب بعض، ان انا ضغطت كليك يمين على التاسك بار واخترت حاجة اسمها الشو ويندوز سايد باي سايد، شو ويندوز سايد باي سايد. لا تاني مع بعض، انا عندي القيمة بتاعت الاكس في المعادلة الاولى واحد، القيمة بتاعت الاكس في المعادلة مثلا التانية اتنين، انزل تحت اكتب اتنين، القيمة بتاعت الاكس في المعادلة التالتة سالب اتنين. طيب هاجي للعمود اللي جنبه،
القيمة بتاعت الواي هي سالب واحد. طيب القيمة بتاعت الواي في المعادلة التانية واحد. القيمة بتاعت الواي في المعادلة التالتة سالب اتنين. قيمة الزت في المعادلة الأولى 3، قيمة الزت في المعادلة الثانية 2، قيمة الزت في المعادلة الثالثة 1. طيب البي اللي هو بعد اللي يساوي النتيجة بتاعتي 2 في المعادلة الأولى، 2 المعادلة الثانية، و3 المعادلة الثالثة. أنا دول كم خلية عندي؟ 3 أو 9 خلايا. أدي خلية، أدي الثانية، الثالثة، الرابعة، 5 6 7 8 9، 9 خلايا. اروح احدد من تحت 9 خلايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا حددت 9 خلايا كده، اول خطوه بعملها بعد ما حطيت القيم بتاعتي رحت حددت 9 خلايا. اول حاجه بعملها قبل ما ابتدي اشتغل ادوس على F2، F2، وروح اكتب يساوي، وروح اكتب المعادلة. دي اسمها المين فيرس. وروح افتح القوس. بيقول لي الاري حدد الجدول بتاعك او النطاق بتاعك اهو. ورحت قفلت القوس، ما دوسش انتر، ادوس على كنترول مع شيفت مع انتر، طلع لي قيم الاكس داش. ازاي ما لهوش قيمه؟ ما المعادله هحلها ازاي؟ ضيق ما لهوش قيمه ازاي؟ نفترض مثلا لما بطلع القيم دي سالب 3 مثلا او سالب 3، احنا قلنا قيمه الاكس والواي والزد، فهتشيل الاكس هيديك سالب 3، هتشيل الواي هيديك مثلا او تحسبها بقيمه 2.8، هتشيل الزد وتحط مكانها 2.6، هيديك الناتج النهائي اللي هو 2. طيب ماشي، كنترول شيفت مع انتر هيدينا اللي هو الاكس داش، الاي داش انا اسف، يبقى ده اللي هو الاي وده الاي داش. علشان اجيب قيمه الاكس واي والزد بضرب الاي داش اللي انا طلعته في البي، البي اللي هو الحد المطلق. بضربه ازاي؟ انا عايز اجيب قيمه الاكس والواي والزد، يبقى عندي 3 خلايا اهو حددتهم، واروح ادوس اف 2 واروح اكتب حاجه اسمها المالتي او يساوي، انا اسف، يساوي ام مالتي، واروح افتح القوس. بيقول لي اري 1 واري 2، اروح احدد الجدول او الجدول الاولاني او الاي داش اللي ضيع معايا، اعمل فاصله واروح احدد البي، اقفل القوس، ما تدوسش انتر، ادوس كنترول مع شيفت مع انتر اهو. اداني قيمة الاكس بسالب 3، قيمة الواي 2.8، قيمة الزد ب 2.6. نفس القصة لو انا عندي كذا مجهول اكتر من 3 مجاهيل بعملها بنفس الطريقة. طيب كده تمام. طيب دي قيمة الاكس وقيمة الواي وقيمة الزد، حلو خالص. تعالوا كده شيلوا الاكس وحطوا مكانها سالب 3
وشيلوا الواي وحطوا مكانها 2.8 من 10، وشيلوا الزد وحطوا مكانها 2.6 من 10، هيديك 2. تعالوا نجرب. عندي مشكلة مش بكتب معايا السالب في الأول، فأنا هبتديها بإيه؟ هبتديها بالزد. أنا الزد طلع معايا كام؟ أنا الزد فين الزد؟ الزد بسالب باتنين وستة من عشرة، يبقى اتنين وستة من عشرة هضربها في اللي هو تلاتة. أنا مش عايزها بالسالب، أنا عملت السالب. ماشي، خلينا ماشيين زي ما احنا. واحد اكس، الاكس بسالب تلاتة يبقى واحد في سالب تلاتة ناقص واحد في سالب تلاتة، مش ناقص سالب تلاتة. بس ركز معايا، واحد في سالب تلاتة بسالب تلاتة، واحد في، عايزين بس احنا نمسح القديم اللي احنا عملناه، عادي الكالكوليتر او الآلة الحاسبة، فقال واحد في سالب، مشكلة السالب هنا مش بيعمل معانا. طيب انا عايز الناس تجربها كده على الآلة الحاسبة. انت هنا ده بيعتبرها ماينس او ناقص مش السالب، او بالنسبة له هنا ناقص ماينس. فتعالوا كده لما نيجي نجرب هنا اهو، تعالوا كده نكتب، قلت واحد واحد في سالب ثلاثة، ناقص واحد في الواي بكام؟ 2.8 من 10، زائد ثلاثة في الزت ب2.6 من 10 يساوي بنفس الطريقة كده، واحد في سالب تلاتة ناقص واحد في 2 من 10، 2.8 من 10 زائد تلاتة في 2.6 من 10 هيدينا كام؟ هيدينا 2. كده المعادلة صح عندي، كده قيمة الإكس والواي والزد صح عندي أهو، إن إداني الناتج النهائي بكام؟ 2. طيب خلينا ماشيين خطوة خطوة أهو، واحد في سالب تلاتة بسالب تلاتة ناقص 2.8 من 10 في واحد ب2.8 من 10 زائد تلاتة في 2.6 من 10 يدينا 7.8 من 10، سبعة بوينت تمانية هيساوي، اعملوها بالآلة كده سالب تلاتة. تعال اهو ادي الآلة الحاسبة عندي، سالب تلاتة ناقص 2.8 من 10 زائد 7.8 من 10 هيساوي 2. معنى كده ان المعادلة اللي انا عملتها صح. طيب ده لو عايز احل المعادلات مع بعض في الاكسل. حد عنده سؤال؟
عرفنا ازاي نحل المعادلات مع بعض. حد عنده سؤال؟ أتمنى كده ما يكونش فيها مشكلة طريقة حل المعادلات. سيب الشيت زي ما هو. في أسئلة برضو الناس سألتها، الأسئلة دي هتاخد وقت معايا، فهحل جزء منها المحاضرة دي وجزء منها المحاضرة اللي جاية. طيب دلوقتي لو رحنا على قائمة زي قائمة insert ودورت على حاجة اسمها لينك أو ربط، اللينك ده باللي هو أنا بعمل لينك داخل الشيت داخل الصفحة. هنا هتلاقي في حاجة اسمها الفيزو حرف الإف، أو كده ندوس عليه بيقول لي add in information لو عايز تضيف معلومات مايكروسوفت 365. انا في مشكلة في عندي في مايكروسوفت هحاول احلها عشان اعرف اشرحها ليه. الثلاث اوامر مش شغالين بسبب كده، بسبب ان برضو المشكلة هحاول احلها. دي قائمة الاد ان او قائمة الاضافات، قائمة الاضافات قائمة الاضافات لو عايز اضيف حاجة من الانترنت على الجهاز الكمبيوتر بتاعي. طيب هنا ال 3D map خرائط 3D، انا مش ضايف 3D map او خرائط 3D موجودة في الاكسل، علشان بيقول لي انشئ 3D map يجب ان استخدم الداتا وانظمها داخل جدول، فانا مش مستخدمها ولا منظمها عشان كده مش ظاهر معايا. طيب احنا ماشيين واحده واحده. الدرود احنا قلنا خاصه بالرسم، دي الاستيكه انسرت او انك تو شيب. ده لو عايز ارسم شكل انك تو ماس، لو عايز ارسم معادله او اكتب معادله ايا كان بكتبها وادوس على انسرت تم ادراجها. صغيره خالص، حاول اكبر الخط. طيب
انا لو رحت على قائمة فايل ورحت اخترت اوبشن ومنها دورت على حاجة اسمها ادفانسد، انزل تحت خالص هلاقي في حاجة اسمها الايديت كاستم ليست. انا لو عايز اضيف قائمة جاهزة، يعني ايه اضيف قائمة جاهزة؟ يعني انا عايز بمجرد ما هكتب اول اسم يظهر معايا باقي الاسماء. لو كتبت مثلا محمد وتحته مصطفى وتحته احمد وتحته علي وتحته حسن ودست على اد او اضافة، تضاف معايا القائمة اللي عندي، وادوس على اوكي وادوس على اوكي. تعالوا كده نكتب محمد وسن. اول ما بقف عند محمد هلاقي فيه مربع باللون الاخضر في الجنب، ده الفلاش فيل. تعالوا كده نسحب لتحت، اللي حصل معايا ظهر معايا القائمة اللي انا كنت عاملها، بيظهر معايا القائمة اللي انا كنت عاملها. طيب اروح على فايل، بعد كده اوبشن، بعد كده ادفانسد، بعد كده اديت كاستم ليست. القائمة دي مش عايزها، احددها وادوس على ديليت او حذف. طيب الخاص في كنت سألتوني على ده الاوتو صم، اخدناها، اخدنا المعادلات دي الماكس والهايبر لينك، تمام. جزء الماليات ده مش اختصاصنا. اللوجيكال اخدنا اف واف ان ايه اللي هي معادله الاخطاء، والاف ايرور والفولس والاند ترو. طيب في معادلات ان شاء الله من المعادلات دي هنشرحها تاني ان شاء الله باذن الله. في حاجة اسمها الداتا فاليديشن، اروح على الداتا فاليديشن ومن له هختار حاجة اسمها ليست او قائمة، واروح احدد المصدر بتاعي بس على الاقل. يعني مثلا انا كاتب هنا اتصالات، او كاتب مثلا محمد، كاتب احمد، كاتب محمود، مصطفى، كاتب علي. بعد كده اروح على الداتا فاليديشن، من قال له اختار ليست او قائمه من السورس او المصدر، وهحدد المصدر بتاعي وادوس على اوكي. على السام ظهر معايا القائمه بتاعتي يعني. تاني انا مثلا عملت اتصالات فودافون، فودافون ومثلا وي، من تاني شركات معانا اورنج، رحت على قائمة اسمها داتا واخترت منها الداتا فاليديشن. يعني انا عايز اعمل ليست بالاسماء دي، روح على قال له اختار حاجة اسمها ليست، ومن السورس او المصدر اروح احدد اللي انا عايز احطه داخل القائمة وادوس على اوكي. في سهم ظهر معايا، بمجرد ما ادوس عليه ظهر معايا تحت القائمة بتاعتي، ظهر معايا القائمة بتاعتي. طيب كويس خالص لحد الآن. هنا الداتا تايب، انواع البيانات، ستوب. هنا بيعلمك اكتر عن انواع البيانات، يعني ستوك اصلا. طيب احنا اخدنا اغلب الحاجات دي كنا اخدناها، اخدنا قائمة بيج لاوت، قلنا علشان اطبع بعمل ايه، بحدد اول خطوة بعملها بحدد الجزء اللي انا عايز اطبعه. اول حاجة بحدد واروح على قائمة اسمها البيج لي اوت، وبختار منها حاجة اسمها البرنت اريا.
بعد ما بختار برنت اريا بختار حاجه اسمها السيت برنت اريا. طيب الخطه اللي بعد كده شايفين كلمه برنت تايتل، هدوس عليها واروح من فوق على حاجه اسمها البيج. انا عايز اطبع البيانات بتاعتي في صفحه واحده، هروح اختار حاجه اسمها الفيت 2 واتاكد ان هنا كاتب لي رقم 1 واروح ادوس على اوكي. تعالوا كده عشان نطبع لحظه فايل، بعد كده برنت اهو ظهر معايا الجزء اللي انا محدده بس. طيب افترض انا كان عندي مثلا عندي ال افترض يعني كمثال ده المسلسل ده الاسم مادة تقدير درجات حالة النجاح وهكذا. ده يعتبر الصف الأول بتاعي، أنا عايز أثبت الصف ده في كل ورقة، يعني كل ورقة هطبعها يثبت معايا الصف الأول والعمود الأول. بعملها إزاي؟ بروح على البرنت تايتل، في حاجة اسمها شيت، في حاجة اسمها الرو تو ريبيت ات توب، معناها الصف أو الصفوف اللي أنت عايز تكررها من فوق. بقف عليها وأروح أحدد أو الصف بتاعي. طب لا أنا عايز أكرر العمود كولومز تو ريبيت ات ليفت، العمود الاعمده اللي انا عايز اعمل لها تكرار ناحيه اليسار في كل صفحه، في كل صفحه بطبعها اهو، وادوس على اوكي. انا جيت تكرر معايا، تكرر معايا في كل صفحه طباعه انا بطبعها. في طرق الطباعه في حد كان سألني تقريبا في حاجة في الوورد، احنا كنا شرحنا الحاجات دي كلها بالتفصيل، شرحنا جزء المراجع برضو. لو نفترض مثلا انا عملت ادراج لصورة، في حاجة اسمها الانسيرت كابشن فين في الريفرنسز او المراجع، دوست عليه بيقول لي انت عايز تكتب تحت الصورة ايه، اقول له عايز اكتب مثلا صورة واحدة. حاول امسح دي بس، هو فيجر 1 مثلا صورة تكنولوجيا، هو لازم خلال الفجر وادوس على اوكي. المفروض يتم ادراجها، انا هختار مثلا فجر، الفجر بيكون في البلوت ده نفس القصة، رسم التوضيح واحد، اختار على اوكي اهو ظهرت معايا من تحت. ده العنوان بتاع الصورة، عنوان الصورة من insert caption. new label أنا لو عايز أعمل label جديد بالشكل ده أهو، خلي لوحده. أما delete لو عايز أحذفه هكذا. طيب إحنا كنا بندوس أو كنا بنعمل حاجة اسمها table of content، جدول محتويات أو list of table، يعني قائمة بالجداول اللي عندي. طب اما لو عايز اعمل التيبل اوف فيجر اهو، انسرت تيبل اوف فيجر وبنفس الاشكال. انا لو عايز اظهر الارقام اللي عندي اتاكد ان انا متعلق معلم علامه صح على شو بيج نمبر، طب لو شلتها تتشال. اما الرايت الاين بيج نمبر اللي هو يعمل لي محاذاه الارقام ناحيه اليمين، هنا الفورمات ده الشكل بتاعها وهكذا، ادوس على اوكي.
يبقى عندي يا اما اضيف التيبل اوف كونتنت جدول المحتويات، يا اما التيبل اوف فيجر جدول الصور او الصور، يا اما اضيف حاجه اسمها الليست اوف تيبل قائمه ب اللي هو الجدول اللي عندي ده اللي هو التيبل اوف كونتنت، وعندي التيبل اوف فيجر وعندي التيبل اوف اسر. اسر يعني انا عايز اعمل جدول باللي هو المؤلفين، يعني يا اما اعمل جدول محتويات يا اما جدول باللي هو الصور او الفيجر اللي عندي، وجدول بالمؤلفين وقائمه بالجداول اللي عندي. انا خلاص مش عايز الميلينج، احنا قلنا خاصة بالمراسلة. ترانزيشن الانتقالات والانيميشن اللي هي المؤثرات اللي بتكون داخل الشريحة نفسها، اما الترانزيشن اللي هي الانتقال ما بين كل شريحة والتانية، والسلايد شو لو عايز ابتدي اعرض الشغل بتاعي، الديزاين اللي هو السنزات اللي بختارها لكل شريحه، وهكذا. الانسيرت لو عايز اضيف فيديو، والايديو لو عايز اضيف صوت بصوتي اختار ريكورد ايديو، اما لو عايزه من الجهاز اختار اون ماي بي سي، اما لو عايز اعمل سكرين للشاشه اخترت حاجه اسمها سكرين ريكوردينج، وبعد كده سيلكت اريا احدد المنطقه اللي انا عايز اعمل لها سكرين، هيجي ظهر معايا كلمة ريكورد هدوس عليها، فهو كده بيعد معايا 3 2 1، وابتدى هنا يسجل الفيديو أو كل خطوة أنا بعملها في الفيديو أهو بالشكل ده. خلصت أروح أدوس على علامة اللي هو المربع اللي عندي، هلاقيه تم إدراجه داخل الباوربوينت، وابتدى يعمل كل خطوة إحنا بنعملها. ابتدى يسجل الفيديو او خطوة انا بعملها في الفيديو اهو بالشكل ده وهكذا. انا لو عايز هنا مثلا في حاجة اسمها فيو، عايز اعمل تثبيت لصف او عمود من حاجة اسمها الفريز بين، الفريز بين. اما لو عايز اثبت الصف الاول هختار فريز توب توب رو، لو عايز اثبت الصف الاول هختار حاجه اسمها الفريز توب رو، معناه ان انا عايز اعمل تثبيت للصف الاعلى. طيب لو عايز اثبت العمود الاول، لو عايز اثبت العمود الاول من فريز بين اختار حاجه اسمها الفريز فيرست كولوم، معناه ان انا عايز اعمل تثبيت للعمود الاول. يبقى لو عايز اعمل تثبيت للصف الاعلى اختار حاجه اسمها فريز توب رو، اما لو عايز اعمل تثبيت للعمود الاول هختار حاجه اسمها فيرست كولوم او فريز فيرست كولوم. طيب اغلب الاسئله الناس سالتها في او حطتها في الفورم انا كنت شارحها قبل كده، رغم عن كده عدت عليها تاني، فيا ريت الناس تسمع الفيديوهات لان انا في حاجات كتيرة شرحتها في الفيديوهات اللي فاتت، لحد الان واخدين فوق ال 30 محاضرة، فيا ريت الناس تحاول ترجع الفيديوهات تاني وتسمعها، ولو في نقطة ما اتشرحتش في الفيديوهات دي كلها نعيد عليها تاني، ما عنديش اي مشكلة. حلو خالص. حد هنا احنا قلنا في ال حد بيقول ان هو عايز يعمل او في حد كتب في الفورم إعادة معادلات في شيت، انا كنت بعته الشيت ده فيه كل المعادلات اللي احنا خدناها. انا بمجرد ما هقف على الخلية اللي عامل فيها المعادلة كتب لي المعادلة من فوق اللي هي الصم، صم اللي هي المجموع. احنا قلنا عشان اكتب اي معادلة لازم يساوي، بعد كده اكتب صم وافتح القوس واروح احدد الاري او النطاق اللي عايز اعمل له جمع، احدد النطاق اللي عندي اللي عايز اعمل له جمع. انا حددت النطاق ورحت قفلت القوس ودوست انتر، عايز اجيب المتوسط نفس القصه بس افريج،
اساوي افريج وافتح القوس واروح احدد الخلايا اللي عايز اجيب المتوسط بتاعها. طيب عايز اجيب اكبر قيمة بمعادلة اسمها الماكس بنفس الطريقة، واصغر قيمة اللي هي المين. طب لو عايز اجيب تاني اكبر قيمة اللي هي معادلة اللارج، حددت النطاق او الاري بتاع الاعداد اللي عندي ورحت عملت فاصلة وبعد كده كتبت 2، انا عايز تاني اكبر قيمة. طيب تاني اصغر قيمة بدل اللارج هختار سمول. كاونت بتعدلي الخلايا اللي فيها ارقام بس، اما الكاونت ايه بتعدلي الخلايا اللي فيها ارقام ونصوص، اما الكاونت بلانك بتعدلي الخلايا الفاضية. الراوند اللي هو التقريب، الاقرب رقم 10 او رقمين 20 زي ما انا كتبت. اما لو عايز اقرب لاكبر رقم 10 راوند اب، اما الاصغر رقم 10 راوند داون. عايز اعرف اليوم معادله اسمها الدي، عايز اعرف المانس معادله اسمها المانس، عايز اعرف السنه معادله اسمها الير. عايز استخرج الرقم الصحيح من باقي القسم معادله اسمها الام او دي مود. M O D هي 34. ماشي، عايز اخلي كل الحروف اللي عندي كابتن معادله اسمها الابر، كل الحروف سمول معادله اسمها اللوير. عايز اخلي اول حرف كابتل معادله اسمها البرو بير. اما الاور انا لو عندي شروط، اذا تحقق الشرط الاول بس او اذا تحقق شرط واحد بس من الشروط اللي عندي. اما الاند اذا تحقق الشرط الاول والثاني. النط بيعكس لي، النط بيعكس معايا. طيب حلو خالص. طيب بالنسبه لموضوع المعادلات وتظبيطها والمعادله بتتكلم على ايه، انا هظبطها ان شاء الله مع باشمهندس احمد، ونحاول ننزلها بحيث ان محدش يتوه هو وبيحاول يسترجع المعلومات الموجودة في المحاضرة. حد كده عنده سؤال؟ معلش انا هجاوب على باقي الاسئلة ان شاء الله المحاضرة اللي جاية، زائد ان انا هدخل على برنامج الاوتلوك هشرحه شرحا مفصلا، شرح بالتفصيل الممل. برنامج الاوتلوك، نشرح برنامج الاوتلوك ان شاء الله المحاضره اللي جايه، نشرح كل قائمه موجوده فيه بالتفصيل الممل. طيب ناخد المحاضره الجايه كلها الاوتلوك، وناخد مثلا لمده 4 محاضرات بعد كده هنشرح فيهم برنامج الاكسس، ودي باذن الله هيكون نهايتنا في الجزء الاول من الدبلومه. زي ما قلنا الجزء الثاني ان شاء الله اللي هي باقي البرامج بس هندي ريست للناس شويه بعد كده نبدا فيهم، والجزء الثالث هنرجع عليه الوورد والباور والاكسس والاوتلوك بس في حاجات جديده كمان، حاجات اوسع شويه من اللي احنا خدناه في الاول. في حد سالنا طب احنا خدنا كل حاجه؟ اه بالظبط، احنا خدنا 90% من البرامج او الاوامر الموجوده داخل البرامج. طيب هل في اوامر تانية؟ اه بتكون في تركات بسيطه، التركات البسيطة دي ممكن نشرحها يعني في الجزء الثاني، يعني ممكن مثلا البرامج بتاعت الجزء الثاني قبل ما نبتدي فيها نشرح التركات الموجودة في الوورد والباوربوينت والسيل والاكسس، لو في حاجات كنا ما خدناش. الهدف من الدبلوم ان انا اعرفك البرامج دي بالتفصيل الممل، وده اللي احنا هنعمله. دي قائمة برنامج الاكسس، عايز ابتدي انشئ تيبل ديزاين فيو وابتدي انشئ التيبل بتاعي في وضع الديزاين فيو اللي هو الفيلد نيم اسم الحقل والداتا تايب نوع البيانات، وهنعرف يعني ايه الريليشن شيب او العلاقات، وهنعرف ايه انواع العلاقات، ويعني ايه 1 تو 1، ويعني ايه 1 تو ميني، ويعني ايه ميني تو ميني. وامتى اقول على العلاقه اللي عندي 1 تو 1، وامتى اقول عليها 1 تو ميني، وامتى اقول عليها ميني تو ميني. كل ده ان شاء الله هناخده من المحاضرات اللي جايه. باشمهندس معلش انا هكتفي بكده النهارده،
لظرف خارج عن إرادتي، فقلت أشرح الناس كام أو بعض الأسئلة اللي اتسألت في الفورم، وإن شاء الله هنكمل الأسئلة المحاضرة اللي جاية. زائد إن إحنا برضو يعني ندي وقت للناس النهاردة تقعد شوية كده مع نفسها، واللي حابب يعمل حاجة كده يعملها. التاسكات الناس يا ريت تسلمها، إن هو مش متبقي غير أقل من شهر أو شهر إن شاء الله أو شهر ونص نكون خلصنا فيه كل الكلام ده، علشان الناس تستلم الشهادات بتاعتها عن الجزء الأول. إن اللي محتاج الشهادة، الشهادة جاهزة معاك بالبرامج الأساسية الوورد والباور والإكسل والأكسس، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم فيما هو قادم. أشكركم جدا، وإن أتمنى يكون محاضرة النهاردة يعني ما كانتش صعبة على الناس.